بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. أيها الإخوة في الله، تكلمنا فيما سبق على شيء مما يتعلق باليوم الآخر من فتنة القبر وما يحصل فيه للميت من سؤاله عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن المؤمن يجيب بالأجوبة التي عاش عليها في الدنيا، وأن الله عز وجل قد ثبته في القبر لأنه كان يؤمن بهذه الأمور، كان قائما بأوامر الله عز وجل من الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولأنه كان يؤدي ما فرضه الله عز وجل عليه من الصلاة والصيام والحج والزكاة وفرائض الإسلام وأركان الدين. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتثبيت المؤمن عند سؤاله في القبر لأنه كان ثابتاً على الصراط المستقيم، مستقيماً على أوامر الله عز وجل، فيثبته الله عز وجل عند السؤال. وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. يسأل عن ربه فيقول لا أدري، ويسأل عن دينه فيقول ها لا أدري، ويسأل عن نبيه فيقول ها لا أدري، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن نعيم القبر وعذابه والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر، وأن الله عز وجل قال عن قوم فرعون، عن فرعون وقومه الذين كذبوا موسى عليه السلام: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عن قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا ناراً، أغرقوا ثم أحرقوا. فمن استقام على دين الله وعلى ما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فذلك الذي يثبت، وذلك الذي يجيب. وأما الذي قد ضل وانحرف وكذب ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجيب، وحينئذ تضربه الملائكة بمرزبة من حديد ويقال له: لا دريت ولا تليت. فيصيح فيسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، ولو سمعه الإنسان لصعق، ولما طابت للناس الحياة لو كانوا يسمعون عذاب المعذبين في القبور لما طابت لهم الحياة، ولسمع أهل الميت ميتهم وهو يعذب في قبره. ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عنا، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. والمرزبة من حديد يعني كالمطرقة، وورد في بعض الأحاديث أنه لو ضرب بها جبل لانساح وذاب من شدة هذه الضربة. فيصيح والعياذ بالله فيسمعه كل شيء
إلا الإنس والجان ولو سمعه الإنسان لصعق. مشاهد القيامة وأحوال ما يكون بعد البعث، لأننا نعلم أيها الإخوة أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، ولكل دار أحكام تخصها. فأحكام الدنيا لها ما يتعلق بها مما أخبر الله عز وجل ومما فرض على الناس فيها، وأحوال البرزخ دار البرزخ، وهي التي تفصل بين الدنيا وبين الآخرة، بين القيامة. والدار والقيامة الأخرى هي الدار الآخرة، هي القيامة وما يتعلق بها. والقيامة كما قال العلماء قيامتان: قيامة كبرى وقيامة صغرى. فالقيامة الصغرى هي موت كل إنسان، فمن مات فقد قامت قيامته وانقطع عمله وانتهى أجله ويحاسب بعد ذلك، لأن من مات فقد قامت قيامته وختم على عمله وانتهى أمره. وأما القيامة الكبرى فهي التي يقوم فيها الناس جميعا، وسميت قياما، سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالناس يقومون من قبورهم ويحاسبون على قدر أعمالهم. وقد ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة الواسطية التي نتناول الحديث عنها وشرحها ما يتعلق باليوم الآخر من الصراط والميزان والحوض والصحف وما يتعلق بمحاسبة الخلائق يوم القيامة. وهذه الأحداث العظيمة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة 50,000 عاما، 50,000 سنة يقوم الناس فيه لرب العالمين، يحاسبهم الله عز وجل جميعا، وتوزن الأعمال وتوزن الحسنات والسيئات، تتحول تلك الأعمال الصالحة الحسنات إلى أن تتجسد وتوزن في الميزان، فيوزن العمل ويوزن معه صاحب العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين العظيم فلا يزن الكافر، يعني فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وكان نحيل الجسم دقيق الساقين، فتعجب الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، وهو من علماء الصحابة عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل، كان دقيق الساقين، فصعد شجرة فرأى الصحابة دقة ساقيه فكأنهم ضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ لهي عند الله في ميزانه أثقل من جبل أحد. لعلمه رضي الله تعالى عنه وإيمانه وتصديقه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء الصحابة، وكثير من الأحاديث، آلاف الأحاديث رواها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن العبد يوزن،
وأعماله توزن معه، والميزان نؤمن به. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه كما جاء في سورة القارعة فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية والعياذ بالله. والمؤمن توزن حسناته وسيئاته، فإذا رجحت حسناته على سيئاته فإنه يكون من السعداء، وأما إذا زادت سيئاته على حسناته فإنه والعياذ بالله يكون يعذب إذا أراد الله عز وجل أن يعذبه على تلك السيئات. وسيأتينا في الكلام على الشفاعات، شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وفي أقوام رجحت سيئاتهم على حسناتهم، من أهل التوحيد، من أهل الإسلام، ومن أقوام دخلوا النار بسبب سيئاتهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم العلماء والملائكة والشهداء، يشفعون للمؤمنين إذا دخلوا النار بسبب سيئاتهم. لأننا قد قلنا في أكثر من مرة أن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، من مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يخلد في النار. أهل التوحيد إذا ماتوا وعليهم ذنوب كبائر ومعاصي فإنه إن عذبهم الله عز وجل فيعذبهم على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار إلى الجنة لأنهم ماتوا على التوحيد. أما من مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه أي عمل، لأن الله عز وجل يقول في المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الشرك يحبط العمل ويفسده، لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول الله عز وجل في الحديث الصحيح، الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومعنى الشرك هو أن تجعل لله ندا في عبادتك، في دعائك، في نذرك، في ذبحك، في محبتك، في إخلاصك، تجعل مع الله تعالى أحدا، فهذا حينئذ لا يقبل الله ذلك العمل حتى يكون خالصا لله عز وجل، ليس لأحد فيه شيئا. يقول الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. لا يقبل الله من العبد أي عمل إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، أن يكون عملك مما يبتغى به وجه الله، لا تريد به مدحا، ولا تريد به مالا، ولا تريد به منصبا، ولا تريد به أمرا من أغراض الدنيا. فهذا هو الشرط الأول، وهو الإخلاص لله عز وجل. والشرط الثاني المتابعة، وهو أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله عمل عامل إلا أن يكون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من خالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل منه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنحن مأمورون بالإخلاص لله عز وجل في العبادة
وأن تكون وفق ما جاء في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال العلماء لا نتجاوز القرآن ولا الحديث. فأعمال العباد توزن، المؤمنون المسلمون من ماتوا على الإسلام فإنها توزن حسناتهم وسيئاتهم. الميزان كما جاء في الآثار أن له كفتان وله لسان، توزن الحسنات في كفة وفيها صاحب العمل، وتوزن السيئات في كفة، فأيها رجحت؟ فمن رجحت وزادت حسناته على سيئاته فأولئك السعداء. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الله عز وجل يكتب السيئة سيئة واحدة، وأما الحسنة فإن الله يضاعفها إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فقد شقي من زادت سيئاته آحاده على 10، كيف تزيد آحادك اللي هي السيئات على 10 اللي هي الحسنات؟ هذا من الشقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أعمال البر الكثيرة التي نكسب فيها الحسنات، فقال عليه الصلاة والسلام كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك على فتحمله على دابته صدقة، وتصلح بين متخاصمين صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أعمال البر كثيرة غير الصلاة والصيام والحج والزكاة وصلة الأرحام والبر والإحسان والصدقات، كل هذه العبد يستغنم حياته ويستغنم دقائق عمره، لأن الوقت يمضي. روي أن رجلا أتى إلى رجل عابد يريد أن يتحدث معه ويتكلم، فقال له احبس الشمس، اجعل الشمس توقف علشان أنا أكلمك. الشمس لا تقف، الوقت يمضي، والقبر هو صندوق العمل. فالعبد يكسب الحسنات. آيات القرآن كل حرف من كلام الله في القرآن الكريم ب10 حسنات، ألف لام ميم فيها 30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. فالعبد يستغنم حياته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أفناه، الشباب وقت النشاط والقوة والجلد والصحة، شبابه فيما أفناه، وعمره فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذه الأسئلة يجيب عنها، وعلمه ماذا عمل فيه. هذه الأسئلة الأربعة التي يسأل عنها العبد يوم القيامة. عن شبابك ماذا عملت فيه وقت القوة والنشاط؟ هل أمضيته في عبادة الله؟ ومن 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. هذا من 7 الذين يظلهم الله يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الخلائق مسافة 1 أو 2 ميل، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة قدر 1 أو 2 ميل، ميل في المسافة أو على قدر ميل المكحلة الصغير، فتدنو الشمس، هذه الشمس العظيمة المحرقة التي تبعد عنا 1,000,000,000 أميال،
يوم القيامة تقرب على رؤوس العباد قدر ميل أو ميلين، ويكون العرق يوم القيامة ينزل في الأرض 70 ذراعاً، والناس في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق على قدر كعبيه، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى وسط جسمه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فيه، العرق يلجمه يغطيه، الناس في العرق على قدر أعمالهم. فالشاب الذي نشأ على عبادة الله هو في ظل العرش يوم القيامة، يظله الله عز وجل في ظله مع 7 الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم: الإمام العادل، والشاب الذي نشأ في عبادة الله، والرجل الذي صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه، واثنان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، واثنان اجتمعا على محبة الله وافترقا على محبة الله. هؤلاء 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه، منهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله وعمره فيما أفناه. العمر كله، عمرك منذ أن بلغت إلى أن تموت وأنت مسؤول عن هذا العمر، ماذا عملت فيه؟ الله سيسألك عن دقائق عمرك وعن ساعاته وعن أيامك، ماذا عملت فيها؟ وعن مالك، من أين اكتسبته؟ هل اكتسبته من الحلال أو من الحرام؟ وفيما أنفقته، هل أنفقته أيضاً فيما يقربك إلى الله؟ تصدقت، وصلت أرحامك، أعطيت أهلك؟ دينار تنفقه في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودينار تنفقه على أهلك، الدينار الذي تنفقه على أهلك أفضل من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله في الجهاد، لأن أهلك أنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، فالأموال التي ينفقها على أهله له أجر فيها. ماله من أين اكتسب؟ اكتسب من حلال، من المعاملات الحلال، أحل الله البيع وحرم الربا، أم اكتسبه من الحرام، من الربا أو من الرشوة أو من السرقة أو من أكل أموال الناس بالباطل؟ مالك هذا هل هو حلال أو حرام؟ وإذا اكتسبته حلالا في ماذا تنفقه؟ هل تنفقه فيما يقربك إلى الله، في الصدقات وأعمال البر وأعمال الخير، أما أنفقته في اللهو واللعب والتبذير؟ فحينئذ يسألك الله عز وجل عن هذا المال، فيما اكتسبته منه وفيما أنفقته فيه، ويسألك الله عز وجل عن علمك، ماذا عملت فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. هذا العلم الذي تسمعه، المقصود به العلم، العلم المقصود به العمل، العمل يهتف بالعلم، فإن أجابه وإلا ارتحل العلم. المقصود بالعلم العمل، ليس المقصود بالعلم أن تحفظ ولا تعمل. من 3 الذين تسجر بهم النار والعياذ بالله يوم القيامة: رجل تعلم العلم ليقول الناس عالم، لينظر إليه الناس ويقدرونه لعلمه، لكنه لا يعمل بعلمه. هذا يأتي يوم القيامة والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى به في نار جهنم ويدور تندلق أقتابه، يعني ما في بطنه، ثم يدور عليها كما يدور الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا،
الحمار إذا حملته كتب هل يستفيد منها؟ لا يستفيد. فالذي يتعلم العلم ولا يعمل به مثله الله تعالى بصورة الحمار والعياذ بالله. ونعى على بني إسرائيل أن الله أنزل عليهم التوراة على موسى عليه السلام الكليم النبي الذي له الدرجة العالية وهو من أولي العزم وهو من أكثر الناس أتباعاً يوم القيامة بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعى على بني إسرائيل أنهم لم يحكموا التوراة التي أنزلها الله على موسى، فوصفهم بأنهم مثلهم مثل الحمار الذي يحمل أسفارا، والأسفار هي الكتب. فإذا العبد توزن حسناته، المؤمن توزن حسناته وسيئاته، وأما الكافر فهل توزن حسناته وسيئاته؟ الكافر ليس له حسنات، ليس له في الآخرة خلاق، ليس له عند الله نصيب، وإنما يقرر بأعماله، يقال هذا عملك الذي عملت وهذا عملك الذي عملت، فلا توزن له حسنات لأنه ليس له حسنات، وإنما جوزي له بها في الدنيا من صحة وسعة وزيادة رزق وكثرة أموال وأولاد، لكن ليس له عند الله في الآخرة نصيب، فليس له حسنات، فإنما يقرر بذنوبه ثم يؤخذ ويلقى في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك يوم القيامة هو اليوم الأخير الذي يحاسب فيه العباد، وقدره 50,000 سنة، والله عز وجل حذر من هذا اليوم ووصفه بأنه يوم عبوس قمطرير، يوم عسير على الكافرين غير يسير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم عند الله، فما بالك بالخلائق. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، المرضعة تذهل عن ولدها، وتضع كل ذات حمل حملها، النساء الحمل يضعن حملهن من شدة ذلك اليوم ومن الفزع ومما يحصل فيه من الأمور العظام، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر عظيم، الأمر مهول. يوم القيامة يوم تجثو فيه الأنبياء على ركبها، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تجثو على ركبها، حتى الأنبياء حتى الرسل يجثون على ركبهم، وكل نبي يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تأتيه أمته ويقولون لنبيهم يا نبينا ألا تنظر إلى ما نحن فيه؟ الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، يخرجون من قبورهم، تمطر السماء ماء كما في الحديث كماء الرجال 40 يوما أو 40 سنة، تمطر السماء فتنبت منها الأجساد، ويخرج الناس من قبورهم كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين. قالت عائشة يا رسول الله يخرج الناس الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك الأمر. فالناس يخرجون من قبورهم عراة ليس عليهم لباس، وأول من يكسى يوم القيامة هو من؟ ها يا أبا حذيفة، أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم الخليل. إبراهيم عليه السلام هو أول الناس يكسى يوم القيامة، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يكسى الأنبياء والخلق وهكذا.
لماذا إبراهيم هو أول من يكسى يوم القيامة؟ قيل لأن قومه لما أنهم كذبوه وآذوه أرادوا أن يحرقوه، فجمعوا حطبا شديدا كثيرا، حتى روي أنه إذا مر الطائر من فوق تلك النار يخر محروقا من شدة تلك النار، لأن إبراهيم كسر أصنامهم، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إذ قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، اللي هي الأصنام، قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين، قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ وجدوا أصنامهم مكسرة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إبراهيم عليه السلام. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، يريد أن يحاجهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه، حرقوا إبراهيم. هذه حجته، ليس عندهم حجة، يعبدون هذه الأصنام لأنهم وجدوا آباءهم لها عابدين. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فنصبوا هذه النار ونصبوا المنجنيق وقذفوا إبراهيم فيها. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالشاهد أن إبراهيم الخليل عليه السلام جردوه من ثيابه ثم ألقوه في النار، ولكن الله عز وجل مع نبيه ومع خليله، وسمي إبراهيم خليلا لأن الخلة هي غاية المحبة. المحبة لها مراتب، أعلاها وأسماها هي الخلة، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي غاية المحبة. وقيل إن الله عز وجل أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه إسماعيل ليختبر محبته لربه، هل يقدم محبة الله أو محبة الولد؟ لما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اختبر الله محبة إبراهيم له، ثم فدى الله عز وجل إسماعيل بذبح عظيم الذي هي الأضاحي، من هنا سنة الأضاحي. فسمي إبراهيم خليلا لأنه خليل الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام أيضا هو الخليل أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول عليه الصلاة والسلام، وهذه منقبة لنبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فصلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين جميعا، وعلى إبراهيم الخليل، وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن المؤمنين توزن حسناتهم وسيئاتهم، وأما الكفار
فليس لهم حسنات فتوزن، وإنما يقررون وتجعل لهم أعمالهم يوم القيامة تبرز لهم ويقررون بها، ثم يقذفون والعياذ بالله في النار، لأن ليس لهم خلاق. كما قلت لكم أن العبد يسأل يوم القيامة عن كل ما يتعلق به، عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن علمه. ولذلك هذا اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه النفوس على العبد أن يقدم لنفسه. وسيأتينا الكلام على الميزان الذي توزن فيه الحسنات والسيئات. يؤتى بالحسنات فتوضع في كفة، ويؤتى بالسيئات فتوضع في كفة، فأيها رجحت فإما أن يسعد العبد وإما أن يشقى. وقد روي في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يأتي بعبده المؤمن، العبد المؤمن المسلم الذي مات على الإسلام والإيمان، فيضع الله عليه كنفه، وفي رواية فيضع الله عليه ستره، كما ستره الله في الدنيا يستره في الآخرة، يستره عن العباد، ويقول له: يا عبدي، أتذكر يوم كذا يوم كذا يوم فعلت الذنب الفلاني؟ فيقول: إي يا ربي، نعم. ثم يقول له: أتذكر يوم كذا فعلت الذنب الذي فيه كذا، سرقت، زنيت، شربت الخمر، اغتبت الناس، كذبت؟ فيقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي. فإذا ظن أنه هلك، لأن الله يقرره بذنوبه، فيقول الله عز وجل: إني قد سترتها عليك ذلك في الدنيا، وإني اليوم أغفرها لك. ثم يدخله الجنة. هذا بفضل الإيمان وبفضل التوحيد وبفضل الأعمال الصالحة، لأن العبد يسعى في فكاك نفسه، يحافظ على أول شيء على توحيده، لا يشرك بالله شيئا، لا يدعو غير الله، لا يسأل غير الله، لا يستغيث بغير الله، لا يذهب إلى القبور وإلى الأولياء وإلى الصالحين يدعوهم من دون الله، أو يدعوهم مع الله، أو يذبح لهم، أو يتقرب إليهم بأي شيء من أنواع القرب، سواء كان دعاء أو ذبحا أو نذرا أو مالا أو غيره، يستغيث بهم أو يستعين بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيقع في الشرك. هذا لا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة، لأنه قد أفسد إيمان. الشرك يفسد العمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. يوم القيامة لا يقبل الله عز وجل منه أي عمل ما دام على الشرك والعياذ بالله. فأفسد حسناته وأفسد أعماله الصالحة بالشرك، بذهابه إلى تلك القبور وإلى ما يعتقد أنهم الأولياء، حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تستغيث به ولا يجوز أن تدعوه مع الله. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي عليه الصلاة والسلام جاء لتجريد التوحيد، لتحقيق معنى لا إله إلا الله، ثم تأتي إلى قبره فتدعوه مع الله؟ أو تستقبل القبر وتدعو وتجعل القبلة على خلف ظهرك؟ هذا لا يجوز. هذا مما يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بإفراد الله بالعبادة. معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ولذلك المشركين في الجاهلية عرفوا معنى لا إله إلا الله، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد إلا الله، وأنها تترك الآلهة كلها، الأصنام والمعبودات والأولياء والجن والإنس والملائكة والأنبياء، لا يعبد أحد مع الله عز وجل،
معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فلا يفسد العبد المسلم عبادته بوقوعه في هذا الخطر العظيم الذي هو الشرك. الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء غفر. وهذا ليس حديثاً، هذه آية قرآنية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يجوز للعبد أن يتخذ ولياً أو ملكاً أو نبياً أو صالحاً أو شجراً أو صنماً أو حجراً يدعوه من دون الله أو يستشفع به أو يسأله. وكان المشركون في الجاهلية يتخذون هذه الأصنام ويقولون ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبد هذه الأصنام إلا لتقربنا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لا تطلب إلا من الله، لا يجوز أن تطلب من غير الله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا، فلا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تطلب الرزق إلا من الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أمور يوم القيامة أن العبد وأعماله وصحفه، الصحف التي كانت تكتبها الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة بأيديها صحف تكتب فيها الحسنات وتكتب فيها السيئات، وكل إنسان ألزمناه طائره يوم ونخرج له يوم القيامة في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني أن عمله من خير أو شر فهو متعلق به، كل إنسان ألزمناه طائره يعني عمله، المقصود بالطائر هنا هو العمل. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتوزن تلك الصحف وتوزن الحسنات وتوزن صاحب العمل أيضا، يوزن معها. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يأتي بعبد يوم القيامة كما في الصحيح، يؤتى برجل وتؤتى بسجلات أعماله، سجلات مد البصر من أعماله، فتوضع في كفة، كفة الميزان، سجلات عظيمة فيها سيئاته وأعماله السيئة، ثم يقول الله عز وجل له حين ظن واعتقد أنه قد هلك، قال إنك اليوم لا تظلم، إنك اليوم لا تظلم. يؤتى بسجلات مد البصر فتوضع في تلك الكفة، ثم يؤتى له ببطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، بطاقة صغيرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توضع في الكفة الأخرى، فتثقل تلك البطاقة حتى يكون الثقل لها وتطيش تلك السجلات، لأنه لا يوزن مع اسم الله شيئا، لأن الله في تلك اسم الله في تلك الكفة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يعدل اسم الله شيئا، ولا يثقل ولا يوزن مع اسم الله شيئا إلا غلبة، فتكون الغلبة لتلك البطاقة الصغيرة وتطيش تلك السجلات، فيقول الله له إنك لا تظلم. فهذا معنى التوحيد، وأنه يكفر الذنوب. يا ابن آدم
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. طاشت تلك السجلات التي على مد البصر وغلبتها تلك البطاقة التي فيها كلمة التوحيد، فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم عشر مرات، عشر مرات كأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ومن قالها في يوم مئة مرة كأنما أعتق عشرة من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا ذلك اليوم، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل مثل عملي أو أكثر من عمله. كلمة التوحيد كلمة عظيمة عليها الإنسان، عليها يحيا وعليها يموت، دائما يحقق معنى هذه الكلمة، فلا يسأل غير الله ولا يذبح لغير الله. في بعض المناطق وفي بعض الدول وفي بعض القرى تجد تلك القبور يذهب إليها الجهلة من عوام المسلمين ومعهم أئمتهم الذين أضلوهم، فيأمرونهم بالذبح لتلك القبور والمشاهد التي يسمونها، فيذبحون لها وينذرون لها ويأتون بالذبائح بالبقر والغنم والإبل ويذبحونها عند تلك القبور، يزعمون أنها تقربهم إلى الله. هذا قد أفسد إيمانه وأفسد توحيده، أو يتمرغ على القبر، أو يعتقد أن تراب القبر هو الترياق وهو العلاج الشافي لأمراضه، هذا من الشرك. تترك رب السماوات والأرض العالم القدير الشافي الكافي وتذهب إلى عبد ضعيف في قبره لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، حتى لو كان نبيا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف تذهب إلى هذه القبور تطلب منها شفاء المريض أو رد الغائب أو الرزق أو الزوج أو الولد أو غير ذلك من أمور الدنيا؟ هذه لا تسأل إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فلا تستعن إلا بالله، إذا استغثت فلا تستغث إلا بالله، إذا ذبحت فلا تذبح إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. فإذا أشركت أفسدت أعمالك كلها، إذا جعلت مع الله أحدا في عبادتك فقد أفسدت تلك العبادة. فلا إله إلا الله تلك البطاقة الصغيرة لكن فيها شهادة التوحيد، فينجو العبد بتوحيده مقابل تلك السجلات التي فيها المعاصي وفيها الذنوب، لأنه لا يقوم مع التوحيد ذنب. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد في كتابه التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وجميع الأنبياء في دعواتهم يدعون إلى التوحيد، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في أسواقهم وفي مجامعهم، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل لتمنعه ليبلغ دعوة الله، لأن قريشا لم يقبلوا دعوته وآذوه وأخرجوه من، حتى نال الأنصار ذلك الشرف العظيم، الأوس والخزرج نالوا ذلك الشرف وسموا الأنصار لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوه وأحاطوه وأسكنوه في بلادهم في المدينة المنورة حتى نالوا الشرف، وبني المسجد النبوي
بسبب أن الأنصار نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته وحاربوا الكفار معه، ونصر الله رسوله بالأنصار. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وزع غنائم يوم حنين، يوم فتح الطائف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وغنم غنائم كثيرة، أودية من الإبل ومن الغنم ومن البقر ومن غيرها من الذهب والفضة من أهل الطائف، غنم تلك الغنائم ثم وزعها بين الناس ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئا، يعني قالوا نحن الذي نصرناك يا رسول الله والأموال والغنائم توزع على غيرنا. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى رحالهم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ حتى بكى الأنصار، ثم قال: الأنصار هم شعاري وهم دثاري. وقال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. فهذا هو الفضل الذي حازه الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لأنهم حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاطوه ومنعوه حتى بلغ التوحيد وبلغ أوامر الإسلام وأنشأ دولة الإسلام في طيبة الطيبة. فهذا الشرف الذي نالوه بسبب أنهم حققوا كلمة التوحيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآووا المهاجرين إخوانهم الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه إلى المدينة ونالوا ذلك الشرف العظيم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة شامخة، احفظها، احفظ أمنها وقادتها وولاة أمرها، وانصر جنودها المرابطين على حدودها. اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ جميع بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين. اللهم اجعلنا وإياهم من الآمنين يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.